السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناتكم عمرو عطف. امبارح كان في برنامج طبعا كابتن هاني حتحوت على قناة صدى البلد، واستضاف فيه كابتن زكي عبد الفتاح مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر السابق اللي كان شغال مع بوب برادلي. هو طبعا حاليا عايش في أمريكا مش موجود في مصر، فالراجل استضافه يعني زي ما الناس كلها بتستضيف بعضها حاليا، فيديو كونفرنس كده او فيديو كول يعني، علشان يتكلم ويناقش كذا قضية. المهم كابتن زكي عبد الفتاح تطرق لقضية نادي القرن، وقال ان النادي الاهلي هو يعتبر نادي القرن الحقيقي بالمعايير اللي حكمت بيها الاتحاد، اللي حكم بيها الاتحاد الافريقي بناء على القوانين اللي حطها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وان المعايير بتقول وقياس النقط بيقول ان الاحق بالقصة دي من الاخر يعني هو النادي الاهلي المصري، وان الزمالك المصري حاليا اللي بيعمله رئيسه اللي هو المستشار مرتضى منصور مجرد يعني عايز يقول ان هو شقه، وان هو بس عايز يظهر قدام الزملكاوية ان هو بيجيب حقوق الزملكاوية وبيدافع عنها، وان هو يستميت على حقوق الزملكاوية، وان الموضوع ده من الاخر ملوش اي لازمة، وهو عارف ان في الاخر حتى لو قدم للاتحاد الدولي لكرة القدم اوراق علشان يعيد حساباته في من هو بطل القرن الحقيقي، هو الاهلي ولا الزمالك، فالاتحاد الدولي هيقول ان هو نادي الاهلي. فطبعا يعني مستشار مرتضى منصور حب يعمل مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد ويتكلم مع كابتن هاني حتحوت. كابتن هاني حتحوت في البداية أول ما المستشار دخل فراح قال كابتن هاني حتحوت أنت مشيته ليه؟ أنا كنت عايز أديله بالجزمة. بغض النظر ان يعني الالفاظ دي غير مقبولة على شاشات التلفزيون، وخصوصا ان شاشات التلفزيون يعني بيسمعها كل الناس، يعني في ستات ورجالة وكبار، واحد يقول لي يا عم هو عايز يضرب الجزمة دي شتيمة بالاب والام، اقول لك لا، بس انا دايما من الناس اللي بحب لما يكون في حق الحد يعني ياخده بالقانون، يا اما ياخده بالاثبات والدلائل وبالادب. يعني انا عارف ان كابتن زكي عبد الفتاح اتكلم وقال ان ازاي مستشار مرتضى منصور، وان من الاخر قال كلام ان هو الراجل يعني بيعمل شو وهكذا، فكان طبيعي ان اي حد مكان مرتضى منصور ان هو هيتنرفز، لان انت بتتكلم معايا كلام بتسيء ليه عامه، وممكن يكون اتهام بالباطل، ما هو محدش عارف الصح من الغلط، محدش يعرف هل فعلا الموضوع ده هو شو ولا الموضوع ده هو في الحقيقه هيجيب حق النادي الزمالك، احنا ما نعرفش. هتقول لي يعني ايه ما تعرفش وانت راجل زملكاوي؟ هقول لك بمعنى اصح، حاليا المثبت عند الاتحاد الدولي لكرة القدم وفي العالم كله والاتحاد الافريقي لكرة القدم ان الاهلي هو نادي القرن. فالزمالك حاليا بيقول لا، ان كان في محسوبية ورشوة وهكذا، والمفروض في ورق بيتجهز علشان يروح للاتحاد الدولي لكرة القدم باتهام الاتحاد الافريقي لكرة القدم بان هو خد رشوة وعشان يخلي الاهلي هو بطل نادي القرن بالمحسوبية والكلام ده كله، وان الزمالك هو الاحق. طيب هل احنا او انا بتكلم عن نفسي عم، حتى مش الناس اللي بتتفرج، عضو في الاتحاد الدولي لكرة القدم، هل حد يعرف المعايير بالظبط اللي موجودة ايه؟ واحد يقول لي اه طبعا انا عارف المعايير، المعايير هي اللي الاهلي كسب بيها عن طريق النقط زي ما تقال. طب ما هو لو عن طريق النقط زي ما تقال تاني، هو لو عن طريق النقط زي ما تقال ما كانش نادي الزمالك داخل بيقول لا ده مش عن طريق النقط، واحنا سألنا ناس في الاتحاد الدوري لكرة القدم قالوا لنا ان هي بالبطولات والانجازات مش بالنقط. انت ذات نفسك كنت تفرج عليا تهت معايا، فما بالك انا اللي تايه اصلا في النص بين القصة دي والقصة دي. فيا جماعة أنا بتكلم على حقائق مثبتة، حقيقة مثبتة حاليا بورق موثق، النادي الأهلي نادي القرن الحقيقي. أنا كراجل زملكاوي أتمنى طبعا أكيد إن لما الزمالك يقدم شكوى للفيفا يرجع الفيفا يقول لك لا ده الزمالك هو بطل القرن الحقيقي مش الأهلي. فمش معنى إن أنا بقول إن حاليا النادي الأهلي هو نادي القرن الحقيقي مثبت يبقى أنا راجل مش زملكاوي وما بحبش الزمالك، لا، هو إحنا بنقول الحق. الحق حاليا هو كده، إن النادي الأهلي هو بطل القرن بالإثبات والأوراق من الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم المتحكم في كرة القدم في العالم. لكن أكيد أتمنى إن الموضوع يطلع غلط وإن الزمالك هو يبقى بطل نادي القرن الحقيقي والكلام ده كله، أيا كان الطريقة بقى بالإنجازات بالبطولات بالنقط وهكذا. ف
المهم بعد ما اتكلم هشام طه منصور فاتكلم مع الراجل قال له هو فين، علشان زي ما قلت لكم قبل كده يعني اضربه او اديله بالجزمه، الراجل ده ازاي يتكلم عني وانت المفروض كنت ترد عننا يا كابتن هاني حتحوت وما تسيبوش يتكلم بالطريقه دي. فالمهم اول ما دخل هشام طه منصور قال هضربه بالجزمه، راح هاني حتحوت عمل حركه انا شايف ان هي حركه جريئه وفي اعلاميين كتير جدا ما بتقدرش تعملها، راح قاطع الصوت على مرتضى منصور وراح قال كلمتين، قال انا في برنامجي لا اقبل بان يحصل تجاوزات او شتيمة او الكلام ده كله، انا ماليش دعوة بالاعلاميين التانيين اللي بيرضوا ان يحصل عندهم تجاوزات او شتيمة او الحاجات دي كلها، انا مش بتاع القصة دي ومحبش ان هي تتعمل ومحبش ان انا اسمحها ببرنامج. فبعد كده سأل الإعداد حصل المستمر طه منصور قفل ولسه موجود، الإعداد قال له لا ده لسه موجود، فقال لهم خلاص دخلوه تاني. فبدأ المستمر طه منصور لما دخل تاني بدأ يهدى في الكلام شوية وما يحتدش في الكلام، واستغربنا كلنا ان هو ما علقش على الموضوع ولا اتخانق مع هاني حتحوت خالص، بالعكس كمل كلام معاه للآخر كمان يعني يمكن في الاخر هزره لما قالوا انت استغلالي عايز تعرف كل حاجه عن نادي الزمالك وهكذا، فالموضوع عدى ودي حاجه غريبه احنا برضو مش فاهمينها، بس الحمد لله ان هي عدت على خير، مش ناقصه كره القدم خناقات تاني في مصر اكتر من كده. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف من قناتكم عمرو عاطف، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، سلام عليكم.